بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الأخ الرئيس عبد المجيد طبون، الإخوة القادة، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم المجيد الفاتح من نوفمبر، ذكرى اندلاع ثورة التحرير الجزائرية، أتوجه بالتحية والتقدير لفخامة الأخ الرئيس عبد المجيد طبون ومن خلاله للشعب الجزائري الشقيق على استضافة هذه القمة العربية على أرض الجزائر الأبية، أرض المليون ونصف المليون شهيد، لتعزيز التضامن العربي والعمل العربي المشترك في ظل الظروف الخطيرة التي يمر بها العالم. الأمر الذي يظهر أهمية التنسيق والتعاون المشترك وتنقية الأجواء العربية لمواجهة جميع التحديات التي تواجهنا مجتمعين كأمة عربية واحدة وموحدة. إن للجزائر مكانة خاصة في قلوب شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية، فعلى أرضها أعلن الشعب الفلسطيني قيام دولته في العام 1988، وفي رحابها عقدنا منذ أسابيع مؤتمراً للم الشمل من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية، سعياً لإعادة توحيد الصف الفلسطيني، مؤكدين تقديرنا وحرصنا على إنجاح هذه الجهود الجزائرية المباركة. وهنا لابد أن أشيد بالجهود الكبيرة التي بذلها ويبذلها الأشقاء في مصر التي ترعى المصالحة، والشكر موصول للدول العربية والصديقة التي تساهم في تهيئة الأجواء لتحقيق المصالحة على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والالتزام كذلك بقرارات الشرعية الدولية. كما أتوجه بالشكر والعرفان لتونس على رئاسة القمة السابقة، وأوجه بهذه المناسبة تحية إكبار وتقدير لأشقائنا قادة الدول العربية وشعوب أمتنا كافة على مواقفهم الثابتة تجاه شعبنا وقضيته العادلة. وأحيي في هذا الصدد جهود الأخ الأمين العام لجامعة الدول العربية وجميع العاملين فيها. الأخ الرئيس، الإخوة القادة، لا زال الشعب الفلسطيني وبعد مرور 74 عاماً على نكبته يعاني ويلات التشرد والاحتلال، على الرغم من قبوله بقرارات الشرعية الدولية والمرجعيات الدولية، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصر على تقويض حل الدولتين وانتهاك القانون الدولي والاتفاقات الموقعة معها، وتتصرف كدولة فوق القانون مستندة إلى صمت دولي وغياب للمساءلة والمحاسبة. إن الشعب الفلسطيني يواجه اليوم ظروفاً في غاية الدقة والصعوبة جراء استمرار سلطات الاحتلال في فرض سياسة الأمر الواقع عبر الاستيطان وإرهاب المستوطنين وسرقة الأرض وتهجير أصحابها وهدم بيوتهم وتدمير الحقول وإحراقها واحتجاز الأموال
وإصدار القوانين العنصرية والحصار الجائر لقطاع غزة واقتحامات المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وحصارها لنابلس وجنين وأحياء وبلدات القدس وما يصاحبها من إعدامات ميدانية واعتقالات واحتجاز لجثامين الشهداء، وهذا ما لا يقوم به أحد إلا إسرائيل في العالم. وانتهاك الوضع التاريخي ستاتسكو للمسجد الأقصى وكنيسة القيامة واستباحة قدسيتهما والاستيلاء على جزء من المسجد الإبراهيمي في الخليل وغيرها من الجرائم التي تتحدى القانون الدولي أمام أعين كل الدول وعلى رأسها الدول العظمى التي تسكت وترعى وتؤيد هذه الانتهاكات. ونرحب في هذا السياق بالتقرير الذي صدر مؤخراً عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان والذي يدين هذه السياسات والممارسات الإسرائيلية. الأخ الرئيس، الإخوة القادة، لابد أن أقول لكم وبكل صراحة إن إسرائيل دولة الاحتلال التي تقوم بتدمير ممنهج لحل الدولتين وتتنكر الاتفاقات الموقعة معها وتستمر في ممارساتها أحادية الجانب لم تترك لنا خيارا سوى إعادة النظر في مجمل العلاقة القائمة معها. نعم، سنعيد النظر في مجمل العلاقات مع إسرائيل ما دامت لا تحترم شيئاً ولا تأخذ اعتباراً لأي شيء، وتنفيذ قرارات المجالس الوطنية الفلسطينية التي اتخذت قبل 7 سنوات ونحن ننتظر التنفيذ من قبل إسرائيل ولا تفعل، والذهاب للمحاكم الدولية والانضمام لمزيد من المنظمات الدولية حماية لحقوق شعبنا. الأخ الرئيس، الإخوة القادة، إننا نتطلع إلى دعمكم من خلال إصدار قرار من القمة بتشكيل لجنة وزارية عربية للتحرك على المستوى الدولي لفضح ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي وشرح روايتنا العربية، لأن روايتنا غائبة في الغرب، غائبة تماماً، والذي يسود في الغرب هو الرواية الصهيونية، وتنفيذ مبادرة السلام العربية ونيل المزيد من اعتراف الدول الأوروبية بدولة فلسطين والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بعد أن طلبنا هذا قبل 11 عاماً ولم نتمكن من الحصول عليه. إننا بدعمكم بجهودكم يمكن أن نحصل على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ومنع نقل سفارات الدول إلى القدس، وعقد مؤتمر دولي للسلام على قاعدة الشرعية الدولية، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني. نحن لا نتمتع بأي حماية، وإسرائيل تبطش بنا يميناً وشمالاً ولا أحد يردعها أو يقول لها كفا. وتطبيق قرار مجلس الأمن 2334 الذي صدر برعاية أمريكية في عام 2016 وبعدها بأيام عندما جاء ترامب إلى الحكم لحس هذا القرار وألغاه فورا، مع أن أمريكا هي التي دعمت وأيدت هذا القرار من الألف إلى الياء. وكذلك
القرار 181 و194. كما قلت في خطاب سابق، هناك 754 قرار صدرت عن الجمعية العامة لم ينفذ منها قرار واحد ولا قرار. فأنا أطالب بتنفيذ قرارين، 181 الذي قسم فلسطين، وقرار 194 الذي يعطي اللاجئين حق العودة أو التعويض. وأيضاً هذان القراران هما القراران اللذان كانا شرطين لقبول عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، واللذان لم تلتزم بهما. يعني عندما قدمت طلب لكأن تكون عضواً في الأمم المتحدة، الأمم المتحدة رفضت وقالت يجب أن تقبلوا وتلتزموا بتنفيذ هذين القرارين. موشي شريط كتب قرار وتعهدا بالالتزام والتنفيذ، ولكن هذاك يوم وهذا يوم لم يحصل شيء، وأمريكا تدعم الموقف الإسرائيلي. كما نتطلع لدعمكم لتشكيل لجنة قانونية لمتابعة الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني جراء إصدار الحكومة البريطانية وعد بلفور في عام 1917. نحن ظلمنا من قبل بريطانيا وأمريكا بإصدار هذا القرار الذي يعطي من لا يملك لمن لا يستحق، وكذلك حق الانتداب بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وتداعيات ذلك على الشعب الفلسطيني. هذه واحد. اثنين، وارتكاب إسرائيل أكثر من 50 مذبحة خلال وبعد نكبة عام 48. 50 مذبحة ارتكبت في 50 بلدة وقرية ومدينة، وكلها مسجلة الآن في سجلات إسرائيل ومعروفة. نريد أن نأخذ حقوقنا، نريد أن تعترف إسرائيل بهذه الجرائم وأن تقر بها وأن تقدم لنا التعويضات كما يحصل في أماكن أخرى في العالم، لا أريد أن أشير إليها. وما تالى ذلك من تدمير ونهب لأكثر من 500 قرية فلسطينية، هذا غير تدمير ونهب 500 قرية في فلسطين كلها انمحت محيت عن الوجود. إن الجرائم أيها السيدات والسادة لا تسقط بالتقادم. لذلك فإننا نطالب جميع الأطراف التي ارتكبت هذه الجرائم وساعدت على ارتكابها بالاعتراف بما اقترفته والاعتذار عنها وجبر الضرر، دفع التعويضات للشعب الفلسطيني. وللتذكير فأنه يصادف اليوم مرور 105 أعوام على صدور وعد بلفور المشؤوم، ولا زالت تداعياته قائمة إلى يومنا هذا. الأشقاء الأعزاء، إن شعبكم الفلسطيني وهو يواجه المحتل وسياساته العنصرية بكل صمود وتحدي ينتظر من أشقائه أن يواصلوا وقوفهم معه اليوم من خلال تفعيل قرارات القمم العربية السابقة بشأن الدعم المالي لموازنة دولة فلسطين، وتفعيل شبكة الأمان العربية التي أقرت سابقا، خاصة وأن إسرائيل تحتجز الأموال الفلسطينية، هي تجمع لنا بعض الأموال وتحتجزها غاية بمئات الملايين، مؤكدين على أهمية تنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول توفير الدعم لمدينة القدس وصمود أهلها بشكل مؤثر، وهي تتعرض اليوم لأشرس حملة إسرائيلية لتهويدها. يريدون أن يهودوا القدس ويريدون أن يهودوا الأقصى
ويعيد بناء الهيكل المزعوم الذي لم يوجد قطعا في هذه المنطقة، وتغيير معالمها الفلسطينية والإسلامية، مع العلم أن ما أنفقته سلطات الاحتلال والجهات المنظمة الداعمة لها الذي أنفقته يزيد حسب تقاريرهم بلغ عشرات المليارات من الدولارات خلال السنوات الماضية من أجل تهويد القدس. الحقوا القدس، الحقوا الأقصى والقيامة، ستهودان. كما أدعو في هذا السياق أيضاً إلى بذل كل جهد مستطاع وضروري لإنجاح مؤتمر القدس الذي سيعقد مطلع العام القادم في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وأطلب إن أمكن من قمتكم دعوة الأزهر الشريف والفاتيكان والهيئات والمؤسسات والمرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية لمواصلة القيام بواجبها حيال القدس ومقدساتها، وتبني خارطة طريق واضحة في كيفية تحقيق ذلك باعتباره فريضة شرعية وسياسية لا بد منها. وبهذه المناسبة نتمنى لجمهورية مصر العربية الشقيقة النجاح في تنظيم القمة العالمية للمناخ التي ستأتي قريباً، وكذلك نتمنى للمملكة العربية السعودية الشقيقة النجاح في مبادرتها لما يسمى الشرق الأوسط الأخضر. كما ونتمنى لدولة قطر الشقيقة النجاح في تنظيم كأس العالم لكرة القدم، والتي تقام لأول مرة في دولة عربية شقيقة. أشكركم فخامة الرئيس على كرم الضيافة ورئاسة هذه القمة، وأحييكم أيها الإخوة القادة وشعوبكم على دعمكم ومواقفكم تجاه فلسطين والقدس. وهنا لابد أن نوجه التحية والتقدير لأبناء شعبنا في كل مكان، وبخاصة لأبناء شعبنا في مخيمات اللجوء، ولشهدائنا ولأسرانا الأبطال وجرحانا البواسل، ونقول لهم إن النصر لقريب، وستبقى مسؤولية عائلات الشهداء والأسرى والجرحى أمانة في أعناقنا لن نفرط فيها مهما كان الثمن، لأن إسرائيل تريد أن تلغي كل المسؤوليات، مسؤولياتنا ومسؤوليات الدولية عن هؤلاء جميعاً. نحن لن نقبل، وستبقى مسؤوليتهم في أعناقنا. التحية لقادة وشعوب أمتنا العربية، ونقول لكم إن القدس أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين وموطن الإسراء والمعراج وحاضنة القيامة أمانة في أعناقنا، وهي بحاجة لوقفة حاسمة منا جميعا لنصرتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.